الملك عبد العزيز للإبل هذه هي الرسميات، وهذا دخولها القوي في ميدان الجائزة، وهذه اللقطات الجميلة، وهذه وقفة لجان التحكيم لتحكيم هذا الشوط. الشوط اليوم قوي جدا، خاصة عندما كما ذكر المحللين هنا هذه المنقية التي تحمل الرقم 402 لعلي بن إبراهيم ابن محمد التميمي العسلات أغلب الإبل كما نشارك دك. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا هذه اللقطات الجميلة لمنقية العسلات طبعا من سلالة وحيدان بعير الأمير متعب رحمه الله، وكذلك وهذه وقفة الراجسيات، وهذا عرضها في ميدان الجائزة. وافلح من ذكر الله، وعسى فالك التوفيق عبد الهادي الدوسري أنت وجميع المشاركين. مهرجان الإبل هو مهرجان يهتم بهذا التراث العظيم وتعزيزه كذلك في نفوس النشأ، العديد من الإنجازات سالم بن راشد بن علي المري، وكذلك الإبل تحمل العديد من الجوائز والرموز في طياتها. سبق أن حصل على المركز الثامن في فئة شلفة ولي العهد في النسخة الثانية من مهرجان الملك عبد العزيز الإبل، ولجان التحكيم في شوط المجاهيم، وأهل المجاهيم هالسنة حضورهم قوي وشوطهم وأشواطهم حامية وتنافسهم شريف، وبيض الله وجيهكم يا أهل المجاهيم. النايفات العيسى بن سعيد بن حمد المرشودي أغلب الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، اليوم يحضر في النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبد العزيز الإبل في فئة شلفة ولي العهد، وكذلك عزز المنقية بفرديات عدة تم شراءها وتجهيزها استعدادا للمشاركة. أصل الآن إلى ميدان العرض والتي تحمل الرقم 404 المبخوت ابن عبد الله بن ناجي المنهالي، وما شاء الله تبارك الرحمن هذا الدخول القوي للإماراتيات، اسم المنقية الإماراتيات، واللي تحضر الآن في ميم، وما شاء الله تبارك الرحمن هذه اللقطات الجميلة المنقية محمد المنهالي، لقطات من جميع الزوايا. طبعا الإبل المشاركة متقاربة بين دك وجل من سلالة حيدان بعير الأمير متعب رحمه الله. هذه الأجواء الجميلة شاهدنا العروض السابقة، ورقم المنقية القادمة 401 اسم المالك سعود بن فهد بن بادي الصخابرة، اسم المنقية بنات سليمان، وهذا الدخول القوي وما شاء الله تبارك الرحمن، وهذه هي تحية الجمهور لبنات سليمان في ميدان الجائزة، ويطربون الجميع على هذه الأصوات، ونقول ما شاء الله تبارك الرحمن وأفلح من ذكر الله. وهذه منقية المنهالي شايشة على العرض في ميدان الجائزة.